أمام الإخاء الأهلي علي. المباراة جرت أمام حوالي 1000 متفرج بملعب أمين عبد النور ببحمدون وانتهت بفوز صاحب الضيافة فريق الإخاء الأهلي علي. هون عم نشوف إعادة للهدف اللي ألغاه الحكم بداعي التسلل، هدف كان أحرزه اللاعب أحمد النعماني. ومن هالفرصة رح يجي هدف الإخاء اللي رح يعطي هالفريق 3 نقط كثير غاليين، وما بعرف قديش فريق الصفا رح بيكون يقدر يعوض بالمراحل الجاية، خصوصا وأنه هو عباس حامل اللقب. طبعا بداية كانت غير متوقعة محمود لفريق الصفا حامل اللقب، ولكن دائما ملعب أمين عبد النور والحمدون يعتبر يعني ملعب سلاح ذو حدين على كل الفرق، وهي أرضه أرض الفريق الإخاء صعب جدا. كمان عباس هون في ضربة جزاء لصالح فريق الصفا، بعتقد كانت بالدقيقة 73. صحيح، سامويل أوشيه اللي عم يتعرض لعرقلة اللي داخل منطقة. صحيح، ولكن هون لعب محمد حيدر راح بيطيح بالكرة فوق العارضة ويضيع على فريقه فرصة التعادل. إدواردو اللاعب البرازيلي اللي عم نشوفه كان عم يغربل بالشوط الأول الفريق الصفا عم يسجل، هون كمان عم يطالب ببطاقة، عم يطالب بسام عيد طبعا عم يعطي بطاقة صفراء، إدواردو عم يطالب بركلة جزاء، الحكم بيشير إلى أنه كان عم يمثل ومعه حق جدا. صح. بس مع الاجتماع طرابلس، والاجتماع طرابلس اللي الفريق عم يظهر على الساحة كأحد الفريقين اللي طلعوا إلى الدرجة الأولى هو وشباب الغزية، فريق الاجتماعي لم يكن خصم سهل نهائيا في هذه المباراة يلي مثل ما قلنا كانت عم تجمع الفريقين. بداية اللقاء في لاعب فنان، في لاعب قد ما بدكم قولوا عنه، في لاعب مهاري، شو ما بدكم احكوا عنه، لاعب اسمه عباس عطوي أونيكا. شوفوا ملة تسديدة من خارج منطقة الجزاء مباشرة، لا تصد ولا ترد، بيروح بيحتفل عباس عطوي أونيكا مع مدربه مع اللاعبين حسين دقيق والشباب اللي عم يحتفل بهالهدف الرائع جدا. بالإعادة عم نشوف بنرجع تسديدة رائعة جدا خدعت حارس مرمى الاجتماعي تماما ودخلت الى الشباك. شمسين بيسجل براسه بعد عم نحكي بالشوط الثاني، صرنا هون فايز شمسين عم بيسجل هدف التعادل لفريق الاجتماعي، زادت الامور تعقيد نوعا ما على فريق العهد. كنا عم نحكي بالدقيقه 57 هذا الهدف على يساره لسنتينا حارس الاساسي لفريق العهد هذا الموسم، وهون راح يتعرض لاعب فريق العهد للعرقله داخل منطقه الجزاء. طبعا حسين دقيق رح يسجل، في اعتراض من لاعبي فريق الاجتماع على ركلة الجزاء، ولكن حسين دقيق بدقيقة 88 بسجل، يقال مش يقال طبعا جديدة وعشبه الاصطناعي. المباراة جرت بحضور حوالي 1500 متفرج وانتهت بفوز التضامن بنتيجة 3-1. فريق السلام كان السباق للتسجيل بهدف جاء بالدقيقة 7 عن طريق اللاعب نصار نصار، وبالدقيقة 31 ومن ركلة حرة أدرك محمد الفاعور التعادل للتضامن بكرة ارتدت من العارضة لرأس الحارس بلال كساب ومنه إلى المرمى. هدف رائع عباس، بيستحق فرحة اللاعب محمد فاعور هون، واللي بيستحق فرحتنا كلنا محمود هو ملعب صور البلدي. هون عباس هجمة مرتدة، هجمة مرتدة لفريق التضامن رح يستغلها اللاعب العاجي كونان ويسجل هدف ثاني لفريقه. وبالدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، هون أيضا عم نشوف فرصة ضائعة لفريق السلام ما قدر يعدل النتيجة. هذا الهدف اللي مكن فريق التضامن من خطف 3 نقاط تأكيدهم بعد ما أصبحت النتيجة 3-1. بكل الاحوال يعني ما كان ابدا بالحسبان انه تكون نتيجه هيك، لكن فريق شباب الساحل عم ينجح انه يفوز على فريق الرسنج اللي مدعم صفوفه بنتيجه 1-0 بهدف لديالو، رح نشوفه من اجمل الاهداف، علما انه عم نتابع نحن وياكم الفرص يلي لاحت للفريقين بالمباراه. عم نحكي الرسنج والشباب الساحل اللي جمعتهم المباراه على ملعب المدينه الرياضيه في بيروت، وطبعا فريق شباب الساحل عم بيحاول بهالموسم انه يكون مش بس بين انديه النخبه، يكون عم بينافس نوعا ما، وهو عنده كل المؤهلات وعلى راس هذه المؤهلات مدرب قدير جدا اسمه محمود حمود. محاولات الرسنج رح يصدها حارس المرمى، حارس مرمى فريق شباب الساحل، وهو عباس شيد طبعا اللي عم بيعود من اصابه كانت المت فيه بالموسم الماضي. توصل كره هون داخل منطقه الجزاء، التسديده بخلصها الحارس الرسنجاوي
بتتخلص بترجع بتوصل. وديالو شوفوا لاحظوا تابعوا بدون ادنى شك واحد يمكن حيدخل من بين اجمل الاهداف اللي حتسجل هالدوري، علما انه ان شاء الله يا رب نشوف غيره من الاهداف. ليش لا، كل ما كانت الاهداف حلوه كل ما كنا فرحانين اكثر، كل ما كانت كره القدم افضل. يسجل انه بعده الحضور الجماهيري ضعيف، يعني يسجل ببدايه انطلاق المرحله الاولى من الدوري اللبناني لكره القدم تفاوت في مستوى المباريات، ولكن لا يزال المستوى الحضور الجماهيري ضعيف، وليس هناك من اجنبي الى حد الان قد اثبت جدارته ولمع، يعني باستثناء يمكن فابيو معروف، عم نحكي عن اجنبي جديد. فابيو اذا عم نحكي احصاءات، فابيو سجل هدفين الجنوبيه. فريق النجمه كان ضيف ثقيل وثقيل جدا على الشباب الغازيه، خصوصا وانه هز شباك مضيفه 7 مرات بهالمباراه اللي انتهت بنتيجه 7-1. هون عم نشوف جمهور النجمه وانطلاقه هاللقاء ما بين الفريقين، وطبعا فريق النجمه مدعم صفوفه بعباس عطوي اللاعب العائد. هون الهدف الاول لحسن محمد اللي بيستغل كرة بينية رائعة جدا للاعب لاعب الوسط النجم عباس عطوي. فابيو بكرة رأسية ومن بعد هالركلة الحرة هون كيف في اعتراض من لاعبي فريق شباب الغازية انه هذا لم يكن صحيح. خطأ رح نشوفه هون عم شوف لاموري. نعم هيدي الركلة الحرة اللي بسجل منها اللاعب فابيو هدف النجمة الثاني. ايضا عباس عطوي هو اللاعب اللي صنع هالهدف. بالدقيقة 30 ركنية للنجمة، بيتلقى فابيو من خلال الكرة وبسدد داخل الشباك وبيحرز هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه. هاي طريقة جديدة بالتشجيع. عم يعتمدوها، جمهور النجمة سباق بكل شيء، باختراع كل شيء. هيدا أيضا الهدف الرابع اللي بسجله حسن المحمد وهو كان هدفه الشخصي الثاني. إذا الشوط الأول عباس من هاللقاء بينتهي بنتيجة 4-0 لصالح النجم. الشوط الثاني بيبدأ وبعد مرور حوالي ربع ساعة على بداية الشوط الثاني بيتمكن حسن المحمد من إحراز الإصابة الخامسة للنجم والهاتريك له. هون الهدف السادس لفريق النجمة اللي بسجله علي أسعد من تسديدة من خارج المنطقة. زكريا شرارة. هون لاعب عفوا زكريا شرارة هدف الغزية اللي ما عندنا اياه مسجلوا عليه صح؟ بالفعل عباس لكن ما رح نقدر نشوف الصور. ميل اكثر للاستعراض لاعبي فريق النجمه بعد النتيجه، وحسن محمد عم يعمل اول هاتريك بالبطوله كمان. هذا سوبر هاتريك عباس، هذا هدفه الرابع كان بهالمباراه. انتهت المباراه رشيد كرامي في طرابلس، عاده تكون مباراته صعبه اذا كان عم يلعب مع فريق طرابلس. الأنصار يدخل إلى هذه المباراة ومدعما بلاعب ويزدوم اللاعب المهاجم اللي محرك الكرة هون، ومارسيلو اللاعب خط الوسط، وراموس اللي رح توصل الكرة هون ورح يقول له اتركها، بسدد بقدمه اليمين داخل الشباك تدخل هدف الأول لفريق الأنصار من تسديدة راموس القوية. 1-0 بالإعادة عم نرجع نشوف هالهدف. عبدو طافح حارس مرمى فريق طرابلس، ما راح يفرحوا الأنصاريين كثير لأنه محمد رضا اللاعب البرازيلي اللبناني راح ينجح أن يسجل هدف التعادل بعد 2 دقيقة بالضبط، وبالتالي الدقيقتين كانوا كفيلين أنه يعطوا الفريقين كل واحد نقطة، وكان في بالمباراة عدة فرص للتسجيل أبرزها عارضة لفريق الأنصار، وكيف يقولون عارضة أيضا فريق طرابلس.